السلام عليكم ورحمة الله. هلا هلا. مساك الله بالخير يا أبو عبيد. هلا هلا مرحبا. شلونك؟ بشرنا عن صحتك. والله بشرك طيب، عشانك طيب. يا طويل العمر، نبي قصيدة جماعة بهيج والقصة إذا تقدر تعطينا إياها. قصة ذبحة جماعة بهيج للجعفر والقصيدة. اي نعم. والحرب هذا ما هو كامرك مباشرة، ما هو مباشرة على النهج والضياغم. الحرب هذا كان طامرك مستاورين مدة طويلة. الدليل طامرك انهم ما يصير الحائل وما يصير الذكاء انت سفلاهم. ألي طعنه منه يا أبو عبيد؟ طعنه طعمرك طعمرك متوالف عند عبد عند جعفر. طعنه طعمرك ريشان من الرجل من جعفر. اي نعم. ودع طعمرك مزداد بوجه كما انه نزل بوجه. يعني انا بس لغاني، انا لغاني يقول انك تاكل على الجار وانا ما اكل على الجار، الجار ياكل علي. قالوا خلاص طعمرك ابقى بوجهك، وقالوا انه عند ابن علي يبقى بوجهك طعمرك، يبقى بوجهك ولا شك يغادر المنطقه. وغادر المنطقه عند فصل الافراق تلقوا عليه الصواب وماشي. اينا هذي يقولون انهم طعمرك ان الحليم انهم طول طول الفرش. قال النفس استهلون الفرش. ولكن القصيدة طعمرك الأول، القصيدة الأول طعمرك من يقول اشهد يا رجل فوق ظله نحايل سل العويد حالة لذخن شوكة الحرب والجافة ما بطل الحرب السحفي بالدهنة طعم الجافة يبدو الشملة صارت الحلة تراك الأجبالة منهم خزيمة الثار يد العمر يد اللي بحنا من وادي بجهلة بس يخرب ديرة ما يعمر كم ديرة سكة عماها المجالة هذه أتلى مرواه لي سكة والله يرحمه سكة ومن براك الله يرحمه. متوارثة هذه، متوارثة عند الشيبان. اينا هذا المشكله، هذه المشكله ولاش ما احنا ما يطرد طعمك ما يكسر له حاجه في الغرفه. طيب في قصيده ثانيه ولا بس هذه قصيده طعمك؟ بعد المغزاه في شهر ثاني يوم انه يقول يوم انه يقول حنا حنا غزينا ضمر فوق ضمر ليه من عند الجثوم الداس ضمر نسي شن نرمي بهم عليهم مذلوق الحباب الرصاص ذبحنا شوكة الحرب ولا الدفر ذبحنا شرك شوكة الحرب ولا الدفر ضبطوا من حرب السحوي بدالة. ايش يقول تشغيل راس وترابة راس حنا غزة
طيب تنفع. ايه وقصيدة العقيلي. دقيقة. تفضل. قصيدة تعقيلي يا ابو عبيد. اي والله. سم. اي نعم. القصيدة ما هي واضحة، بيك تعيد يا أبو عبيد. عالخير. إيه تفضل. طيب قصيدة قيل ابن عمرك يقول جينا صوب الجدي من مطلع السهيل نجد الجهرات نبريد حامل السائل قبل من قطب الإيماني مشاميل تنقل من تشهب الموش يهدل حاصل جهرات الزمامين والخيل رمح رجال والدروع السجاير نلبس من البانو ثوب شراويل وصلى داود قياس النحايل جينا وخلينا بساتين والخيل من الجعفرية بوادي محايل وكسور أبواد الرمشال هالسيل وطلعت نجهر سمنة دلايل منها مشينا صوب حايل مصاويل حشنا بواد الداعي جعل النفايل الوجه لزالت جموع جهاجيل قفك ثم رفض النعام الجفايل حول بهيج من الجبل مثل مازيل تتليه طي وصال السحايل بعد هزانة بجموع المصاويل خسار بالجبل والشمايل تصادم عند أبرق العلم بالخيل ذبح رجال ولبد القلايل سمونا الإطمان حايل على حيل هذه قصيدة العقيلي. الله يبيض وجهك يا ابو عبيد. وانقال ابغى مصروف وباقي عن التجهيل الحايل لحقوهم بالخاصرة العلم علم الخاصرة. ايه بالخاصرة اللي بين حايل وبقعة. اي والله والله حاله سكر يقول قبورهم اللي على الحين قبورها جعفر يقول خير تمشي لك الخاصرة هذول قبورها جعفر. ايه يقول تصغير راس وطلابة راس. الله يرحمه.